أصحاب المعالي والسعادة، السادة الضيوف، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني ويشرفني أن أرحب بكم في افتتاح الدورة السادسة لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع الذي تتشرف هيئة الطرق والمواصلات بتنظيمه برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي حفظه الله، وذلك بالتعاون مع شركائنا هيئة كهرباء ومياه دبي وموانئ دبي العالمية وشركة إعمار العقارية ومعهد إدارة المشاريع العالمي. تقام هذه الدورة تحت شعار تنوع الثقافات، وذلك تماشياً مع اعتماد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله عام 2019 عاماً للتسامح في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، أن تكون دولة الإمارات مرجعاً عالمياً في ثقافة التسامح وسياسته وقوانينه وممارساته. وقد حرصنا أن تتصل مواضيع المحاضرات وجلسات المنتدى بالشعار، إذ نهدف من خلال الدورة السادسة أن نسلط الضوء على تأثير تنوع الثقافات على مجال إدارة المشاريع وأبرز القضايا والتحديات ذات الصلة التي منها تأثير التنوع الثقافي على مفاهيم إدارة المشاريع، تأثير تقنيات الثورة الصناعية الرابعة على منظومة إدارة المشاريع، تطبيقات مفاهيم الإدارة المرنة في مجال إدارة المشاريع، تطبيقات الاستدامة في إدارة المشاريع، تحديات استقطاب المواهب في المجالات المتقدمة. ويجدر بنا أن نذكر بأن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة تواكب بشكل مستمر المستجدات العالمية وتوجهات المستقبلية، لذا تعمل على وضع وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط اللازمة لتجاوز التحديات كي تستديم التنمية. ومن أهم الاستراتيجيات التي تم إطلاقها مئوية الإمارات 2071، استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، استراتيجية الإمارات للطاقة، استراتيجية الإمارات للمهارات المتقدمة. وعلى المستوى المحلي حرصت حكومة دبي على مواءمة خططها وبرامج عملها مع توجهات الحكومة الاتحادية في إطار مواكبة المواضيع العالمية، حيث أطلقت الاستراتيجيات والمبادرات التالية: استراتيجية دبي الذكية 2021، استراتيجية دبي للتنقل ذاتي القيادة 2030، استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، ومختبرات دبي للمستقبل. الحضور الكريم، يأتي تنظيم هذا الحدث العالمي في سياق حرص إمارة دبي على لعب دور ريادي في مسيرة التطوير والتنمية في المنطقة، وإيجاد المقومات الكفيلة بتسريع وتيرتها على أسس علمية وفقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية. حقق المنتدى خلال دوراته الخمس الماضية نجاحاً كبيراً من حيث حجم الحضور والمتحدثين العالميين الذين استضافهم والمواضيع التي تمت مناقشتها، حيث تجاوز عدد الحضور في الدورات السابقة 8000 مشارك يمثلون 40 دولة و250 متحدثاً عالمياً شاركوا في 150 جلسة قدموا فيها خلاصة تجاربهم وخبراتهم وقصص نجاحهم في مجال إدارة المشاريع بمختلف أنواعها، مثل البنى التحتية في قطاعي النقل والمواصلات والاقتصاد والرياضة والفن والرعاية الصحية والإبداع والابتكار. كما شهد المنتدى إطلاق جائزة حمدان بن محمد للابتكار في إدارة المشاريع التي تبلغ قيمة مكافآتها 2,600,000 درهم، وتهدف إلى اكتشاف ومكافأة وتشجيع وترويج وتمكين الابتكار في إدارة المشاريع.
وتوفير قاعدة بيانات تضم أفضل الممارسات ونماذج العمل في إدارة المشاريع، بالإضافة إلى توفير منصة تبادل الأفكار المبتكرة والتدريب على مهارات إدارة المشاريع. خرج منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع في دوراته السابقة بعدد من التوصيات التي تسهم في تقديم الحلول التي تتماشى مع واقع التحديات التي تواجه تنفيذ المشاريع المختلفة. ومن أهم هذه التوصيات: أولاً، النجاحات الكبيرة لأي مؤسسة لا يمكن أن تتحقق دون استخدام مبادئ ومهارات إدارة المشاريع التي تعد جزءاً لا يتجزأ من الأعمال المؤسسية. ثانياً، المؤسسات الرائدة والمبتكرة تسمح بالأخطاء باعتبارها عنصراً رئيسياً في التعلم، كما تدعم هذه المؤسسات الشفافية ومشاركة المعلومات. ثالثاً، المؤسسات التي تتبنى الأفكار والتقنيات المتقدمة في إدارة المشاريع هي الأكثر نجاحاً وقدرة على التعامل مع مختلف التحديات. رابعاً، ضرورة تركيز المؤسسات الناشئة في بدايتها على تقديم خدمات مبتكرة ومختلفة وليس على تحقيق الربح السريع. الحضور الكرام، تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة عموماً وإمارة دبي على وجه الخصوص نموذجاً متسارعاً في كل المجالات، وزادت وتيرة هذا النمو منذ إعلان فوز دبي باستضافة المعرض الدولي إكسبو 2020، حيث يتم حالياً تنفيذ العديد من المشاريع لتلبية احتياجات استضافة وتنظيم المعرض. وفي هذا الإطار تنفذ هيئة الطرق والمواصلات حزمة من مشاريع الطرق وأنظمة النقل، منها مشروع مسار 2020 الذي يشمل تمديد الخط الأحمر لمترو دبي إلى موقع معرض إكسبو بطول 15 كيلومتر، كما تعمل مؤسسات ودوائر وشركات حكومة دبي على تنفيذ مشاريع أخرى لتلبية متطلبات الخطة الاستراتيجية لإمارة دبي 2021. نذكر منها مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية، مشروع خط دبي الحرير، مشروع برج الخور. ويعد هذا المنتدى فرصة مهمة لالتقاء المسؤولين والمعنيين في قطاع إدارة المشاريع لتبادل الآراء والخبرات ومناقشة تحديات المستقبل وتعميم الفائدة من التجارب الرائدة في هذا المجال. ختاماً، أتقدم بالشكر الجزيل لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي على رعايته الكريمة لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، كما أتقدم بالشكر الجزيل لهيئة كهرباء ومياه دبي ومان دبي العالمية وشركة إعمار العقارية ومعهد إدارة المشاريع العالمي على تعاونهم ودعمهم لجهود هيئة الطرق والمواصلات في تنظيم هذا الحدث الهام. والشكر موصول للمشاركين والحضور والمؤسسات الراعية للمؤتمر، سائلاً الله عز وجل أن يوفقنا جميعاً لإنجاح هذا المؤتمر وتحقيق أهدافه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.